كلام مسؤول. كلام مسؤول اليوم نحكيه على صفاقس تحديدا المحرس، نحكيه على البحارة اللي احتجوا بسبب تحول ميناء الصيد البحري إلى مقبرة للمراكب وفق تعبيرهم. والأكثر تفاصيل مع سي صالح هديدر مساعد رئيس اتحاد الفلاحين مكلف بالصيد البحري. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي صالح. مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين إكسبرس FM. مشكور جدا على تدخل معنا. إذا سي صالح، عن نقابة الصيد البحري باللامحرس يعبروا يقولوا عن استياء جميع البحارة من تراكم عدد كبير من المراكب وسفن الهجرة غير النظامية المحجوزة من مختلف الأنواع والأحجام، والتي باتت تحتل جزء هام من فضاء الميناء سواء على اليابسة أو في أحواض الميناء. هو في الحقيقة معناها الاحتجاج نتاع البحارة هو نتيجة الاكتظاظ الحاصل في المراكب، كما تعرفوا المراكب اللي تسمى الحراقة اللي تشدوا في عرض البحر للهجرة، معناها اللي على عرض البحر. اليوم نلقاو أنه ميناء الصيد البحري بالمحرس أنه يكاد أنه معناها يعج بمراكب المهملة هذه واللي هي مسدودة من مراكب الحراقة، سواء كان على اليابسة أو في وسط الميناء، اللي نجر عليه انه معناها البحار ما عادش يخدم في اريحيه، ما عادش يلقى وين يحط المركب نتاعو بحكم كثره المراكب هذه واللي تتزايد نهار بعد نهار. هذه الحقيقه انه البروبوزيسيون نتاع المهنه نتاع البحاره، اللي كان من الاجدر انه المراكب هذه انها معناها تتنحى منها الليموتور نتاعها اذا كانت بالموتورات، وانه يتنحى منها لك المحروقات اذا كان فيها زاد محروقات، وتمشي نحطوها معناها في عرض البحر. هذا لحماية الثروة السمكية، كما تعرف معناها البلوك اللي نعملوا فيهم واللي نصنعوا فيهم بالمليارات، وهذوما معناها انهم بلاش موجودين، موجودين هنا باش نحمي بهم الثروة، نغطسوهم في البحر، يكون على الاقل نخليه جمالية البرد، ونخليه البحار يخدم في اريحية، ونخليه البحارة نتاعنا انهم يلقاو وين يربطوا مراكبهم وين يخليوا مراكبهم. وهذا معناها باش على الاقل ضربنا عصفورين بحجره واحد. لكن هو هنا يقول لك القانون انه ما يسمحناش بالشيء هذا، صحيح هو القانون ما يسمحناش بالشيء هذا، لكن في مجله الصياد البحري انه في القانون نتاع الصيد البحري انه ما فماش مراكب حراقه، معناها ما حكاش على المراكب الحراقه او كيفاش باش يعمل لها، لكن انه سلطه معناها الداخليه سواء كان معناها الحرس البحري او غيره، يقول لك انا اليوم انا نعمل محضر في الغرض هذا، لكن انا ما عنديش انا باش نخلي المركب هذا معناها نفرط فيه ونعمله، معناها نتيجه انه ما يجيش معناها مولاه ولا يقول كذا. لكن هنا شو نقولوا؟ نقولوا احنا لو كان انه مراكب صيد بحري، انه الصياد البحري مسروق مثلا، قولوا انه يعمل ديكلاراسيون عليه، معناها في الابان ما يخليش، معناها في نهار في اثنين ماشي يفطم بالمركب نتاعو كونه تسرق، ماشي يعمل ديكلاراسيون عليه. لكن احنا نلقاو هذو المراكب هذه راهي جايه من ليبيا، جايه مصنوعه في الغرض هذا اساسا معناها للحرقه، ولهذا معناها ما يتطلبش في اعتقادنا احنا كبحاره انه ما يتطلبش معناها قوانين وتشريعات وغيرها، معناها اون برانسيب هذه قرارات داخليه تصير على الاقل، معناها نخليو المواني نتاعنا معناها ما فيهاش اكتظاظ، ونخليو البحاره نتاعنا تخدم النظام وفي اريحيه. اليوم الميناء يوصفوه كما قلت لنا نقابة الصيد البحري بالمحرس، يقول لك راهو اصبح غير قادر على استيعاب عدد سفن الصيد البحري في حد ذاتها، بل معناتها اللي تزداد بطبيعتها كل عام، معناتها سفن الصيد البحري في حد ذاتها قاعده تزيد كل عام، فما تنجمش تستوعب المراكب هذه نتاع الهجره غير النظاميه، فدعوه للسلطات المحليه ان تتدخل لايجاد حلول للمشاكل هذه، واللي اعتبروا انه اثرت سلبا على الخدمات المقدمه وعلى المردوديه الاقتصاديه ككل وعلى العاملين معناتها في القطاع. معناتها اليوم يقول لك فما تهديد لمورد رزقنا اليوم من خلال الكم الهائل من المراكب نتاع الهجره غير النظاميه. هو صحيح بالطبيعه، هو كما تعرف ميناء الصيد البحري بالمحرس انه ميناء صغير وهو اساسا للصيد الساحلي والتقليدي، وانه مراكب معناها انه طاقه الاستيعاب نتاعو ما تتحملش الكم الهائل من المراكب هذه اللي هي خارجة على القانون. احنا اليوم ايش قلنا اموها هذوما خطر قاعد يزيد نهار بعد نهار، مش كل عام قاعد يزيد يوم معناها يوميا
تأكيد انه المراكب الحرق هكا تشوفوا فيها معناها على بعضها معناها موجوده اليوم محرص انها تأكيد معناها ممكن كل جمعه كل جمعتين تلقى ثلاثه واربع مراكب موجوده. اليوم ما نلقاش البحار وين يحط المركب نتاعو وين يربط المركب نتاعو باش يخدم باش ينظم معناها يلقى روحه انه يخدم في اريحيه. كما قلت لك اليوم طلبات معناها البحاره طلبات رجال البحر انهم يطلبوا انه هالافراء يفرطوا في المراكب هذه كيفاش يعملوا لها؟ يعملوا يلقاوا لها حل وقرارات جهويه يلزمها تصير قرارات جهويه باش على الاقل تمشي سير العمل في قطاع السير البحري انه البحاره تلقى روحها تخدم في اريحيه وتلقى روحها وين تربط مراكبها وغيرها اللي للامانه انه ما يتطلبش تشريعات وما يتطلبش حوايج اخرى في المراكب هذه. لكن كل انسان معناها يقول لك انا شديت مركب انا نخليه في الميناء والقرارات حتى تصير محكمه وحتى تصير غيرها. لكن بالاساس انه المحكمه اللي شكون ما تصير انه في الافراط فيها اوتوماتيك في افراط فيها بحكم انه حتى ماليها معناها مش موجودين هذه موجوده للغرض للحرقه معناها سبيسيال الحرقه ما تلقاش حتى انسان طالب بالمركب هذا الا في صوره ما معناها انه تسرق مركب نتاع صياد بحري وانه ديكلار عليه اوتوماتيك انه مش ديكلار عليه. هذا هو الاساس اليوم بصراحه. سي صالح ربما السؤال اللي يزمو يطرح من وقتاش موجوده المراكب هذه؟ المراكب هذه عندها فما اللي مراكب عندها اكثر من 7 و8 سنين و10 سنين موجوده. اي لليوم السلطات من ايام الثوره شفت من ايام الثوره بعد الثوره 2012 و2013 المراكب قعدت تزيد نهار بعد نهار. ولليوم السلطات الجهويه ما تحركتش معناتها ازاء الوضعيه هذه. السلطات الجهويه تقول لك فما قوانين فما تشريعات. بالنسبه لي يقول لك انا مثلا حرس بحري يقول لك انا شديت مركب عملت فيها محظر نستنى انه السلطات معناها تحكم محكمه تحكم فيها معناها الافراط ولا انه كذا. لكن هذا معناها تحب لها برشا وقت وكما تعرف في القضاء وفي كذا تحب له برشا وقت وصيرتو انه معناها الهويه نتاعهم ماهيش معروفه ماهوش معروفه نتاع شكون جاي من ليبيا جاي من اي بلاصه اخرى مصنوعه في الغرض هذا معناها جي للحرقه بركه فهمت. هذا الاشكال اللي حاصل واللي ما كاينلوش حل للامانه معناها انه معناها البحاره الكلها ولا تغاضبه ولا تتغشى تقول لك راني اليوم انه برانسيب تصير قرارات معناها جهويه قرارات في الولايه هذيك على الاقل في ان نفرطوا في المراكب هذه نغطسوها في عرض البحر لحمايه ام انطون لحمايه الثروه السمكيه واحنا على الاقل خلينا المواني تخدم فيها كان البحار وانه البحار يخدم في أريحية وبنظام. في دقيقة سي صالح نستغل وجودك معنا ونسألوك على أسعار وأسوام الحوت المدة هذية كيفاش نجم نوصفها؟ هي كما تعرف أسوام الحوت اليوم كان عيد وعيد كبير إن شاء الله مبروك على الأمة الإسلامية والشعب التونسي أجمعين. كما تعرف بعد العيد هذا أنه فما مراكب اللي خرجت أمس ولامس توا اليوم شنو معناها الحوت؟ الحوت هو البواسون بلو اغلبيته توا في البواسون بلو. انه ان شاء الله انه الايامات الجايه معناها يتوفر المنتوج ويتوفر الحوت وما يكون في الاسواق موجوده وانه راهو برانسيب يكون انه في المتناول خاصه وانه لو انهم معناها كالمحتكرين وكل مسالك التوزيع العشوائيه وغيرها نحافظوا ونتشدوا الرقابه عليهم وانه نعملوا هامش ربح كما تفهمنا قبل مع وزاره التجاره انه 30% وان شاء الله انه المواطن التونسي يلقى كعبة الحوت باسوام معقوله وانه معناها يستغل مشكله الحوت في البريود الجاي. بما معناه انه المده هذه فما نقص نوعا ما في الحوت بمناسبه العيد اي وموجود في الايامات القادمه هذه اللي تو قاعد معناها يوم بعد يوم انه تلقى في الاسواق انه موجوده. أبار هذا يلزمنا مسالك التوزيع نراقبوها ما نخليوش هامش يربح برشا ما نخليوش هكا الدوبل و100% و150% نخليوه 30% بالليكيدونس اللي موجودين من الاسواق على الاقل خلي المواطن التونسي ياكل كعبه حوت باسوام معقوله. واضح. مشكور جدا سي صالح هديدر على كل هذه التوضيحات مساعد رئيس اتحاد الفلاحين مكلف بالصيد البحري. الحوار كامل تلقاوه على قناة يوتيوب إكسبرس FM. احنا مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى الماضي ساعة. نخليكم مع موعد الأخبار مع